بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلاقات الزوجية الناجحة تقوم على ميمات ثلاث: ميم المعرفة، وميم المحبة، وميم المغفرة. أن يعرف الرجل طبيعة المرأة، وأن تعرف المرأة طبيعة الرجل، وأن يحب أحدهما الثاني، وأيضا أن يغفر أحدهما للآخر إذا ارتكب بعض الهفوات. كيف يمكن للمرأة أن تكسب زوجها؟ وكيف يمكن للزوج أن يكسب زوجته؟ القضية بسيطة، انظر إلى الجوانب الإيجابية في الطرف الآخر، ولا تكدس الجوانب السلبية في قلبك. لا تفتح فايل من النقاط التي تأخذها على زوجتك، وكذلك الزوجة لابد أن تغفر كل ليلة ما صدر من زوجها بالنسبة إليها.